هسه حاليا راح نعرف شلون نحل البيدجري ونقصد بالبيدجري هنا الشارتات اللي موجوده بالمحاضره، المربعات والدوائر اللي هنا ذني ذن كتب الشارتات شارتس. المهم فنبلش، راح نعتمد على هذا المخطط بالحل. راح نسال نفسنا ثلاث اسئله من يجينا هذا المخطط، نسال نفسنا ثلاث اسئله. السؤال الاول، اكو سكيب جينيريشن لو ماكو؟ ونقصد بالسكيب جينيريشن انه اكو جيل ما تاثر بالمرض. فاذا كان الجواب يس، اذا كان الجواب يس هنا ناسيه ما نخليه هاني، فيعني هو ريسيسيف. واذا كان لا ماكو سكيب جينيريشن فهو دومينانت. فهي اول شغله احنا عرفناها، يعني من نعرف انه ماكو سكيب جينيريشن فنخلي فراغ ونكتب دومينانت. هذا اول فرع مثل ما نقدر من الدايجنوسيس عرفنا. زين، اذا كان ريسيسيف اسال نفسي سؤال ثاني واقول ياب هم اغلبهم ميل لو فيميل؟ اذا كان اغلبهم ميل يعني كان الجواب يس، فهو اكس لينك ريسيسيف. اكس لينك ريسيسيف نرجع هيك. يعني اذا لا والله اغلبهم مو ميل، فراح نقول هذا اوتوسومال ريسيسيف. اوتوسومال ريسيسيف. زين، نجي على الدومينانت. قلنا ماكو سكيب جينيريشن نو، فبالتالي هو دومينانت. زين، اكو ميل تو ميل وفي ميل تو فيميل، يعني مو شرط اثنين ميل تو ميل. اكو يعني انه ميل انطى نفس الصفه للميل الثاني، او فيميل انطى نفس الصفه انطت للفيميل الثانيه. اذا اي فهذا اوتوسومال دومينانت. اذا لا والله ماكو، فهذا راح يكون اكس لينك دومينانت. تمام. اكو فد شغله مهمه، انه دائما اذا شفنا دائره، اذا شفنا دائره وهاي الدائره ملونه بالنص، ملونه هيك، فهذا هو عباره عن كارير، والكارير دائما يكون بالريسيسيف، ما موجود بالدومينانت. اكو فد شغله ثانيه، اكو شغله اسمها واي لينك. لحظه، واي لينك، هاي الواي لينك هي ما موجوده بال يعني محاضرتنا كموضوع، انما موجوده فقط مثال واحد. زين، فهسه نبلش شلون نحل. اول ما اجينا لهذا السؤال المخطط او الشارت، نسال نفسنا الاسئله ذني اللي هنا نفس نيابه سكيب جينيريشن. اول شيء احنا قلنا اكو سكيب جينيريشن ولا لا؟ نشوف هذا السؤال اكو. هو هذا السؤال يختلف عن الثاني، يعني هسه راح نحل هذا الاول. خلينا نشوف اكو سكيب جينيريشن. لا ماكو سكيب جينيريشن. هنا عندنا ماكو سكيب جينيريشن، هذا ما بي وهذا ما بي وهذا ايضا ما بي. بس اذا قاعد نشوف انه عندنا هذا كارير وذولا كارير، الفيميل ذني طبعا وهاي كارير، فاذا ما دام لقينا كارير يعني هذا راح يكون ريسيسيف، راح يكون هذا ريسيسيف، لان بس الريسيسيف يكون بي كارير. زين، هسه احنا عرفنا هذا الريسيسيف، نجي على اسئله الريسيسيف شنو هن؟ اغلبهم ميل لو فيميل؟ اذا كان اغلبهم ميل يعني هذا اكس لينك، واذا كان اغلبهم مو ميل فاذا اوتوسومال. نجي هنا نشوف السؤال، اغلب الافكتد هم ميل، هذا متاثر وهذا عباره عن ميل وهذا متاثر وعباره عن ميل. زين، ما دام اغلبهم ميل اذا هو اكس لينك ريسيسيف. هذا حلين السؤال. نجي على ناخذ السؤال الثاني، اكو سكيب جينيريشن؟ اي اكو سكيب جينيريشن، هذا ما متاثر يعني عابره، فاذا هذا راح يكون ريسيسيف، هذا راح يكون ريسيسيف. زين، نرجع للاسئله مال ريسيسيف. مال ريسيسيف يقول اغلبهم ميل، اذا اغلبهم ميل اذا اكس لينك، وقاعد نشوف اللي متاثرين اصلا هم بس ميل، فاذا هذا اكس لينك. نجي ناخذ مثال بعد. هذا المثال نسال نفس السؤال، اكو سكيب جينيريشن؟ ماكو سكيب جينيريشن، لان عندنا هذا الجينيريشن متاثر وهذا الجينيريشن ايضا متاثر وهذا الجينيريشن متاثر وهذا الجينيريشن متاثر، اذا هذا دومينانت، هذا راح يكون دومينانت.
نجي على أسئلة الدوميننت. الدوميننت يقول male to male أو female to female. هاي الفيميل، هاي الفيميل انطت لهاي الفيميل وانطت هاي الفيميل، اذا هذا autosomal dominant، لان اكو انه فيميل انطت الفيميل ثانية، اذا هذا autosomal dominant. السؤال الاخير، اكو skip generation؟ اي اكو skip generation اللي هو هذا، اذا هذا recessive لان اكو skip generation. زين نشوف اللي متأثرين أكثر شيء. ميل، إذا ميل يعني إكس لينك، إذا مو ميل يعني أوتوسوما. هذا ميل متأثر، وهذا دول كلهم متأثرين، وهذا متأثر، إذا أغلبهم ميل، فهذا راح يكون إكس لينك. إكس لينك ريسيسيف. فالحل مال هيك أسئلة راح يكون بالاعتماد على هذا المخطط. يعني هذا المخطط راح يحل لنا هواي إشكالات. بس شوية لازم نعيده على مود يعني نحفظ المخطط، وراح تمشي الأسئلة كلها.